كان نفسي بس الحق اودع اهلي وعيالي كويس يا هشام، بس لو كنت عامل حساب اني راجع ما كانش في بالي ابدا انها ترسى على كده، على الاقل مش المره دي. يعني ما الموت بيجي فجاه من غير ترتيب يا عماد. مين فينا قبل ما يموت بيبقى عامل حسابه وبيزور اهله؟ انت ازاي واخدها ببساطه كده؟ قوه ايمان يعني، ولا ثبات من عند المولى عز وجل، ولا بتمثل علشان تهون عليا؟ لا، ولو اني كنت اتمنى باي حاجه من دول. الحكايه وما فيها ان انا فكرت كتير قوي قبل ما اخطي خطوه واحده في اللي احنا بنعمله، وخططت وجهزت من ايام ما كنت بكلم ابو العينة على النت من 5 سنين. خططت لايه يا هشام؟ انك ما تحسش بحاجه لما تفقد اهلك كلهم؟ ليه يعني؟ ما عندكش قلب؟ ده النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يجزع ويتألم ويحزن لفراق الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أكرمه بالدرجة اللي يستحقها، إنما إحنا الدرجة اللي نستحقها لازم نسعى لها وندفع ثمنها، وثمنها كبير. أنا مؤمن إن أنا اتولدت في الدنيا دي لسبب مش همشي منها غير لما أحققه، وفضلت كتير قوي أدور عليه، وعندي يقين ان انا دوري في الجهاد ما يقلش عن زواري وبن لادن، وعليا تمن لازم ادفعه زي ما هم دفعوه. الناس دي لا عمرها فكرت لا في اهل ولا في عيال. عارف ليه؟ لانهم ادركوا ان الحاجات دي هي اللي بتضعف العزيمه وبتحن الظهر وبتكسر الهمه. انا اتعلمت ده منهم من سنين. اتعلمت ما يبقاش ليها عزيزه توجع على فراقه، ولا حبيب يصرف نظري عن طريقي. تعلمت يبقى في مسافة كبيرة بيني وبين كل اللي حواليا مهما كانوا غاليين، عشان يوم ما تيجي الظروف وابعد أفضل مكمل واقف على رجليا. حتى أمك وعيالك وأهلك؟ بالذات أمي وأهلي وعيالي.